بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 134. نكونتينيو سيت فوسي افيك لا باج 134. 130 134 134. اون هودو لا باج، في اول الصفحة ريانفيستير كما نقول إعادة الاستثمار، مقصود انني استعمل المعلومات التي عندي وأستثمرها. إذن جولي النوفو تكست، جولي النوفو تكست، أنا أقرأ نصا جديدا كما عندنا هنا. هنا أمبتي تكست، عندنا نصا صغيرا نوليزون. إذن نقرأ لو بيجون سومي أبلوغي، لو بيجون سومي أبلوغي. إل غوفيا سانستالي سوغ لاغبغ، إل غوفيا سانستالي سوغ لاغبغ. لاغبغ إيتو بوغ دي لاك، لاغبغ إيتو بوغ دي لاك. لو بيجون فوا سون غفلي دون لو du lac et sourit à ses amis. Le pigeon voit son reflet dans l'eau du lac et sourit à ses amis. Le pigeon voit son reflet dans l'eau du lac et sourit à ses amis. Le pigeon est né à Elhemem. Sommet à pleurer. Sommet à pleurer. T'en as vous bien nommé le verre maître. Ou est-ce qu'il y a un sommet? Il y a un sommet. 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 نقول مثلا المي وبها جو مي أن أضع. يمكن أن يكون عندنا أيضا لو فيرب سوميتر، سوميتر أنه يضع نفسه. ثم عندنا مرحلة ثالثة تيكون عندنا سوميتر أ، المقصود بها هنا ما عندها علاقة بالوضع، عندها معنى ديال بدأ في، أخذ في. لو بيجون سومي أبلوغي، لو بيجون سومي أبلوغي، إذا طائر الحمام بدأ في البكاء، أخذ في البكاء. إذا هنا عندنا لو فيرب سوميتر أ، إذا طائر الحمام بدأ في البكاء، طائر الحمام أخذ في البكاء. علاش؟ لحقاش عندنا هنا سوميتر أ، سوميتر أ، بدأ في، أخذ في. إذا لو بيجون سومي أبلوغي، إذا طائر الحمام بدأ في البكاء. إذا هذه العبارة تتردد بكثرة، علينا أن نسجلها. لو بيجون سومي أبلوغي، إذا طائر الحمام بدأ في البكاء. إل غوفيان، إل غوفيان سانستالي سوغ لارب، ثم عاد. طبعا نتكلم على لو فيرب غوفينيغ، إل غوفيان هو عادة، سانستالي، سانستالي. هنا أيضا علينا أن نميز بين فعلين، تيمكن يكون عندنا لو فيرب انستالي، يعني أنك تركب أو تضع شيئا في واحد المكان، أو تضع شيئا في واحد المكان. هنا عندنا لو فيرب سانستالي، هنا عندنا لو فيرب سانستالي، بنفس المعنى ممكن نتحدث عن أنه يركب نفسه أو يضع نفسه في مكان. إذن il revient s'installer sur l'arbre، يعني أنه عاد ليضع نفسه أين؟ sur l'arbre، sur l'arbre، عاد ليضع نفسه فوق الشجرة. إذن il revient، عندنا لو فيرب revenir، s'installer، on a le verbe s'installer. Le pigeon se met à pleurer، le pigeon se met à pleurer. طائر الحمام بدأ في البكاء. il revient s'installer sur l'arbre، هو عاد ليثبت نفسه أو يضع نفسه sur l'arbre، ليضع نفسه فوق الشجرة. طائر الحمام بدأ يبكي. il revient s'installer sur l'arbre، il revient s'installer sur l'arbre. l'arbre est au bord du lac، l'arbre est au bord du lac. الشجرة est au bord، يعني أن على ضفة du lac، ضفة البحيرة. le lac المقصود به البحيرة. l'arbre est au bord du lac، الشجرة هي، نتكلم عن اتخنا، يعني كان. إذا طبعا نتكلم عن اتخنا. إذن لاغبا إيتو بوغ دي لاك، يعني أن الشجرة كما نقول أن تكون في ضفة البحيرة. لم نقل هنا بأن كانت، بل هي تكون الآن. لم نقل هنا بأن الشجرة كانت في ضفة البحيرة، بل هي تكون الآن. إذا نتكلم عن لو فيرب إتخ، لو فيرب إتخ إيتو بخيزون. إذا نتكلم عن إتخ مصرف في البخيزون، في الحاضر. لاغبا إيتو بوغ دي لاك، إذا الشجرة هي في ضفة البحيرة. ثم عندنا لو بيجون فوا سون غوفلي دون لو، إذا طائر الحمام فوا، طائر الحمام فوا، يرى. عندنا لو فيرب فواغ، جو فوا، تي فوا، إل فوا، نو فويون، فو فويي، إل فوا. إذا أنا أرى، أنت ترى، أو أنت ترين، إلى غير ذلك. إذا لو بيجون فوا سون غوفلي، لو بيجون فوا سون غوفلي، يعني أن طائر الحمام يرى إنعكاسه. لو غوفلي المقصود بالإنعكاس، لو بيجون فوا سون غوفلي، يعني أن طائر الحمام يرى انعكاسه دون لو، دون لو، في الماء.
يعني تيشوف الظل ديالو في الماء دي لاك في الماء ديال البحيره. اذا لو بيجون فوا سون فلي دون لو دي لاك، اذا طائر الحمام يرى انعكاسه في ماء البحيره. اي سوري ثم يبتسم، اي سوري ثم يبتسم اسيزامي لاصدقائه. طبعا عندنا لو فيرب سوغيغ، لو فيرب سوغيغ فعل ابتسم. ومن كلمه لو سوغيغ الابتسامه، لو سوغيغ الابتسامه. اذا هنا عندنا لو فيرب سوغيغ يكتب بنفس الطريقه، اذا فعل ابتسم جو سوغي تي سوغي انت تبتسم او انت تبتسمين، ايل سوغي هو يبتسم. ممكن نضيف هنا ال سوغي هي تبتسم، اون سوغي اننا نبتسم. ال سوغي بنفس الطريقه، ال سوغي هي تبتسم، اون سوغي اننا نبتسم. الفعل ياخذ نفس الصيغه، الفعل ياخذ نفس الصيغه. ثم معنا نقول سوغيون و سوغيي، ايل سوغي هم يبتسمون. يمكن ان نضيف هنا ايضا ال سوغي، ال افيك اس، اذا هن يبتسمن، ال سوغي هن يبتسمن. الفعل ياخذ نفس الصيغه كما عندنا هنا مع ال افيك اس. كما قلنا هنا لو بيجون فوا سون غوفلي دون لو دي لاك، اذا طائر الحمام راى انعكاسه، المقصود انه راى صورته دون لو في الماء، دون لو دي لاك، دون لو دي لاك في ماء البحيره، دون لو دي لاك في ماء البحيره. اي سوغي ثم يبتسم اسيزامي، اي سوغي اسيزامي ثم يبتسم لاصدقائه. نو باسون او دوزيام باراغراف، نمر الى الفقره الثانيه. جو ريبون او كيستيون، جو ريبون او كيستيون، جو ريبون او كيستيون، انا اجيب على الاسئله. جو ريبون او كيستيون، انا اجيب على الاسئله. لا بروميير كيستيون اي او سانستال لو بيجون، اذا السؤال الاول هو او سانستال لو بيجون، اين نزل كما نقول طائر الحمام، اين ثبت نفسه بمعنى اخر طائر الحمام، اين استقر طائر الحمام، او سانستال لو بيجون، او سانستال لو بيجون. اذا كما راينا فيما سبق لو بيجون سومي ابلوري il revient s'installer sur l'arbre. Le pigeon s'installe 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 sur l'arbre. إذن طائر الحمام ثبت نفسه أو أنه استقر sur l'arbre فوق الشجرة. Pour la deuxième question. Pour la deuxième question, بالنسبة للسؤال الثاني، que voit le pigeon dans l'eau؟ que voit le pigeon dans l'eau؟ ماذا يرى طائر الحمام dans l'eau في الماء؟ que voit le pigeon dans l'eau؟ إذن comme nous venons de le voir, le pigeon voit son reflet dans l'eau. إذن le pigeon voit son reflet dans l'eau. إذن طائر الحمام يرى، طائر الحمام يرى انعكاسه أو ظله دون لو في الماء. إذن voilà ce que le pigeon a vu. إذن هذا الذي رآه طائر الحمام. Après on a le troisième paragraphe. Le troisième paragraphe. Je trouve la réponse qui convient et jolie. Je trouve la réponse qui convient et jolie. Je trouve أنا أجد la réponse الجواب qui convient الذي يناسب et jolie وأنا أقرأ. طبعا عندنا le verbe lire. On a le verbe lire. On a le verbe lire. عندنا فعل قراءة. Qui convient, qui convient. On a le verbe convenir. Qui convient, on a le verbe convenir. فعل نسبة. Et avant, on a le verbe trouver. On a le verbe trouver. C'est le verbe trouver. Je trouve. C'est le verbe trouver. هذا فعل وجد. كما قلنا, je trouve la réponse qui convient et jolie. Je trouve la réponse qui convient et jolie. أنا أجد الجواب الذي يناسب ثم أقرأ. Nous prenons la première ensemble. نأخذ المجموعة الأولى. On a le pigeon et le pigeon est. Et dans طائر الحمام هو. Qu'est-ce qu'on va dire? Le pigeon est un oiseau ou bien le pigeon est un arbre
أو بيان لو بيجون إتان موبل إتان موبل. إذن طائر الحمام إتان وازو هو طائر. أن أرفغ واش هو شجرة. أن موبل يعني أتات أتات بحال الكرسي بحال الطاولة بحال المائدة إلى غير ذلك. إذن يسمى موبل يسمى موبل. إذن كيس كون فاليغ كوم ريبونس كيس كون فاليغ كوم ريبونس. إذن ماذا سنقرأ كجواب؟ لو بيجون إتان وازو لو بيجون إتان أرفغ لو بيجون إتان موبل. بيان سور لو بيجون إتان وازو. إذن طائر الحمام هو طائر. Nous prenons la douzième ensemble. On a le cèdre A. Le cèdre A est heureux, malade, triste. Le cèdre A. Heureux, malade, triste. Et dans شجرة الأرز. فريحة, فريحة. Malade, مريضة, malade, مريضة. Triste, حزينة. Triste, حزينة. Et dans bien sûr, on va répondre. Le cèdre est triste. Le cèdre est triste. Comme nous l'avons déjà vu. Et donc, comme nous l'avons déjà vu. Le cèdre est triste. Nous prenons la dernière ensemble. Nous prenons la dernière ensemble. L'arbre s'installe. L'arbre s'installe. Et donc, la chagra t'estaquer. De la même façon, comme nous l'avons déjà vu. Le verbe s'installe. Le verbe s'installe. Tibbet nefseo. Ou anna ustaquerra. L'arbre s'installe. Chagra tibbet nefseo. L'arbre s'installe. Sur la route. الشجرة تثبت نفسها أو تستقر sur la route على الطريق sur le rivage du lac على ضفة البحيرة dans le lac في البحيرة يعني داخل البحيرة. Alors quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? ما هو الجواب الصحيح؟ ما هو الجواب الصحيح أو الجواب الجيد؟ إذا l'arbre s'installe sur le rivage du lac sur le rivage du lac. إذن الشجرة تستقر على ضفة البحيرة. Nous prenons le quatrième paragraphe. Je choisis ce qui convient pour chaque phrase est joli. Je choisis ce qui convient pour chaque phrase est joli. أنا أختار, je choisis, c'est le verbe choisir. هذا فعل اختار. Ce qui convient. الذي يناسب. كما رأينا قبلا, c'est le verbe convenir. هذا فعل ناسب. Pour chaque phrase. ما يناسب كل جملة. من أجل كل جملة. من أجل كل جملة. Et joli. ثم أنا أقرأ. بنفس الطريقة, c'est le verbe lire. C'est le verbe lire. عشان نقوله. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, ils lisent. أنا أقرأ, أنت تقرأ, أو أنت تقرأين, هو يقرأ. Nous lisons, نحن نقرأ. Vous lisez, أنتم تقرأون. Ils lisent, هم يقرأون. إذن عندنا je lis, أنا أقرأ. Et je lis, وأنا أقرأ. إذن, on a la première phrase, comme nous le voyons. On a Brahim demande à l'arbre. عندنا الجملة الأولى كما نرى. Brahim demande à l'arbre. Brahim demande à l'arbre. إذن إبراهيم يطلب من الشجرة دو بارتيغ دو غيستي. ألوغ كيلي لا بون فخاز كيلي لا بون فخاز. ما هي الجملة الجيدة؟ إبراهيم دوموند ألاغ دو بارتيغ أو بيا إبراهيم دوموند ألاغ دو غيستي. إذن إبراهيم يطلب من الشجرة أن تذهب أو إبراهيم يطلب من الشجرة أن تبقى. دو بارتيغ أن تذهب دو غيستي أن تبقى. دو بارتيغ أن تنطلق وتذهب De rester, أن تبقى. De rester, أن تبقى. Bien sûr, Brahim demande à l'arbre de rester. Brahim demande à l'arbre de rester. Et donc, Brahim يطلب من الشجرة أن تبقى. Après, on a la douzième phrase. L'arbre revient sur la plage, sur le rivage. L'arbre revient sur la plage, revient sur le rivage. La plage, شاطئ البحر. Le rivage, يعني الضفة. كما عندنا هنا, sur le rivage du lac. على ضفة البحيرة. طبعا عندنا هنا,
la plage ou bien le rivage. Bien sûr, là, ou bien sûr, le rivage. Bien sûr, nous allons dire l'arbre revient sur le rivage. L'arbre revient sur le rivage. الشجرة تعود إلى الضفة. طبعا كما رأينا قبلا le rivage du lac. On parle du rivage du lac. إذا نتكلم عن ضفة البحيرة. إذا كما قلنا l'arbre revient sur le rivage. Enfin, on a la dernière phrase, comme nous le voyons. Le cèdre voit son reflet dans l'eau. Ou bien le cèdre voit son reflet dans le ciel. Le cèdre voit son reflet dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. إذا شجرة الأرز ترى ظلها في الماء. Le cèdre voit. عندنا le verbe voir. Le cèdre voit son reflet. يرى ظله أو صورته أو انعكاسه dans l'eau. Dans l'eau. في الماء. Ou bien le cèdre voit son reflet. أو أن شجرة الأرز ترى صورتها dans le ciel. Dans le ciel, في السماء. Dans le ciel, في السماء. إذا هل ترى شجرة الأرز صورتها في الماء أم ترى صورتها في السماء؟ Alors qu'est-ce qu'on dit? Le cèdre voit son reflet dans l'eau, ou bien le cèdre voit son reflet, ou bien le cèdre voit son reflet dans le ciel. Bien sûr, on a déjà vu le cèdre voit son reflet dans l'eau. إذا رأينا le cèdre voit son reflet. شجرة الأرز ترى ظلها dans l'eau du lac. في ماء البحيرة. كما رأينا ترى ظلها في ماء البحيرة. Le cèdre voit son reflet dans l'eau du lac. إذن شجرة الأرز ترى ظلها في ماء البحيرة. Après, on a le cinquième paragraphe. Je mets les mots dans l'ordre pour trouver une phrase et je lis. Je mets les mots. هنا عندنا لو فيرب ميتر. عندنا لو فيرب ميتر. Je mets. أنا أضع. Les mots dans l'ordre. Les mots dans l'ordre. أنا أضع الكلمات في ترتيب. Pour trouver une phrase et je lis. Pour trouver من أجل إيجاد une phrase من أجل إيجاد جملة. المقصود أن أجد جملة صحيحة. المقصود من أجل أن أجد جملة لا معنى. Pour trouver une phrase et je lis. ثم أنا أقرأ. Comme nous le voyons, on a des mots en désordre. إذا كما نرى عندنا كلمات غير مرتبة. En désordre. أن غير مرتبة. Et nous allons les mettre en ordre. Et nous allons les mettre en ordre. Pour trouver une phrase. Pour trouver une phrase. إذا نحن سنضعها في ترتيب. On a du, lac, sur, s'installe, cèdre, le, rivage, le. إذا طبعا ماذا سنقول؟ Tout d'abord nous allons chercher le mot qui commence par une majuscule. Parce que la phrase toujours commence par une majuscule. Parce que la phrase toujours commence par une majuscule. Nous cherchons le mot qui commence par une majuscule. Pourquoi? Parce que la phrase toujours commence par une majuscule. سنبحث أولا عن الكلمة المبدؤة بحرف كبير لأن الجملة دائما تبتدئ بحرف كبير. إذا ما دمت أنها تبتدئ بحرف كبير إذا سنبحث عن الكلمة التي تتضمن هذا الحرف. إذا قلنا له. Nous allons commencer par le. Et ça va commencer le. Après, qu'est-ce qu'on va dire? Bien sûr, nous allons dire le cèdre. Le cèdre. Et dans شجرة الأرز. Le cèdre. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? Le cèdre s'installe. Le cèdre s'installe. Et dans شجرة الأرز, تستقر. Sur le rivage. Sur le rivage, et donc sur le rivage du lac. Sur le rivage du lac. Donc nous obtenons la phrase suivante. Le cèdre s'installe sur le rivage du lac. Le cèdre s'installe sur le rivage du lac. Le cèdre s'installe sur le rivage du lac. شجرة الأرز تستقر على ضفة البحيرة. Et enfin, nous prenons le sixième paragraphe. J'ai écrit sur mon cahier. J'ai écrit sur mon cahier. J'ai écrit sur mon cahier. J'ai écrit un octobre.
سي لو فيرب إكخيغ. هنا عندنا لو فيرب ليغ، هنا عندنا لو فيرب ليغ. جو لي أنا أقرأ، هنا جي إكخي، جي إكخي أنا أكتب. هنا لو فيرب إكخيغ عندنا فعل كتابة. باغ كونطخ إيسي هنا لو فيرب ليغ، جو لي أنا أقرأ. جي إكخي سور مون كيي، جي إكخي سور مون كيي أنا أكتب فوق دفتري. كيس كون فا إكخيغ مادا سنكتب؟ كوم نو لو فويون إيسي هنا دي سيلاب، هنا دي مو que nous allons écrire ensemble sur nos cahiers. Que nous allons écrire ensemble sur nos cahiers. Et donc, comme on aura, عندنا مقاطع لفظية, عندنا كلمات التي سنكتبها جميعا على دفاترنا. On a GE, nous allons écrire GE, qui se prononce je, GE, qui se prononce je. Après, nous écrivons GI qui se prononce J. نكتب GI التي تنطق J. Après, on a le mot pigeon. Un pigeon. طائر الحمام. Un pigeon. Un pigeon. هاد او تنزيدو من بعد جي باش ما نطقوش بيغون. طبعا هاد او اللي عندنا هنا تنضيفوها من بعد جي فقط باش نطقو بيجون بدل بيغون، حيت لحيدنا هاد او غنطقوها بيغون. إذن بيجون، بيجون. طبعا كما تنعرفو بأن جي تتعطي الصوت جو، باش تعطينا الصوت جو كما عندنا هنا خاص يكون بعدها او أو إي أو إيكغيك. نكتب أن بيجون ثم بل 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 ثم بل أ ثم بل أ. إذا كما نتكلم على سيلاب بلا ثم عندنا بلي بلي، إذا بل أ بلا ثم بل أ بل أ تنطق بلي. كما في مثال كلمة بلوس، مثلا بلا كما في مثال كلمة بلاطو، بلا كما في مثال كلمة بلاطو، بلي كما في مثال كلمة بلوس. ثم il pleure il pleure il pleure. هو يبكي. On a le verbe pleurer. On a le verbe pleurer. عندنا فعل بكى. Il pleure. إذا هذا فيما يخص الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.